وللوقوف عند شح المياه الصالح للشرب وكذلك ملوحة المياه في محافظة البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي العراقي عباس العرداوي. سيد عباس، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. سيد عباس، لنبدأ من مشكلة البصرة أكثر منها من مشكلة بغداد، سنعاود على بغداد ولكن لنتحدث ونبدأ من البصرة. أهالي البصرة يقولون إن الحصول على مياه صالحة للاستخدام يستوجب حجزا مسبقا. جسر التنومة الذي صرفت عليه الحكومة مليارات الدنانير، أليس كان الأولى أن توفر الحكومة ماء صالحا للشرب في محافظة البصرة بدلا من جسر التنومة سيد عباس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيدي الكريم ومشاهديكم الكرام. في حقيقة الأمر ملف المياه ملف شائك جدا، متعلق بسياسات أخرى خارجة عن سياسة العراق الداخلية فقط. للأسف البصرة الضحية الأولى في ذلك، ومواطنين البصرة يشهدون هذا الانحسار بالمياه الصالحة للشرب وارتفاع اللسان الملحي والضغط الذي يحدث اجتماعيا من خلال نقص الخدمات. بالتالي ما يحصل اليوم هو جزء من دوافع أخرى، ليس فقط دوافع جغرافية واقتصادية، إنما دوافع أمنية لابتزاز هذه المحافظة التي تنتج طاقة جدا عالية وفيها خزين استراتيجي من النفط والغاز. بالتالي هذا يشكل عبء على مواطنيها. مثلا المفروض أن المواطن البصري الذي يسهم من خلال المنتوج اللي يخرج من المحافظة في 80% تقريبا من الموازنة، من تغطية موارد الموازنة، أنه لن تكون له حصة سواء كان من الإعمار أو التخطيط أو الإدارة الحسنة. للأسف ما شاهدته البصرة كثير من الضغط، أوله سوء التخطيط والتدبير اللي يحدث الآن من خلال أبسط الحقوق، لا سيما موضوع المظاهرات وغيرها متعلقة بالبطالة وغيرها وتشغيل المصانع، موضوع الكهرباء، موضوع هذه المواضيع جدا كبيرة. سيد عباس، بعد الثانية بعد بغداد. نعم سيد عباس، خطط التنمية عندما تريد أن تباشر بالبدء بأي مشروع تتحدث أو تحاول أن تبدأ بالأهم ثم المهم. يعني جسر التنومة ليس مهما، يعني أقصد به ليس يعني مهم، ولكن لابد من البدء بالأهم ثم المهم. لابد أن توفر، وهذه يعني مدينة البصرة، مدينة البصرة يعني أنا عشت سنة كاملة في البصرة عندما كنت طالبا، يعني المياه صعبة جدا، تعيسة جدا، لا يمكن الاستحمام فيها، مالحة، لا يمكن الشرب، يعني لا يمكن شرب المياه. أليس نعم الآن أسوأ؟ والآن أصبحت أسوأ، لسان الملحي جدا مرتفع. بالتأكيد هنالك يجب أن تكون أولوية، أولا الخدمات المقدمة للمواطنين، الماء والكهرباء والخدمات الصحية وخدمات التربية يجب أن تقدم على كل شيء، لا تدفعنا لا للجسور العملاقة ولا الناقصات ولا المنتزهات الكبيرة. في نفس الوقت نحن يصدر أكثر من نصف الإنتاج يقدم للخارج هو من نفط البصرة. نعم. الواجهة الاقتصادية. سيد عباس، من المسؤول؟ سيد عباس إذا ما تحدثنا عن المسؤولية، من يعني الحكومة أم مجلس محافظة البصرة يعني؟ لا حقيقة في بدء الأمر الإدارات المحلية، لأن في يدها أوراق كبيرة ممكن أن تتحرك باتجاه الضغط. يعني اليوم حينما يتحرك الشارع البصري ويوفر ضغط، أكيد هنالك ستكون استجابة من بغداد، رغم حالات التقشف او ما يرادها، لكن هنالك سوء في الاداره والتخطيط وتقديم البرامج والاولويات، كذلك انتشار حاله الفساد المالي الذي ساهم كثيرا في الفساد المالي والاداري. طيب سيد عباس، هل ما زلت معنا؟ سيد المواطن البصري ونعكس. طيب سيد عباس، اذا ما انتقلنا الى بغداد، يعني في تصريح وزاره الكهرباء تقول إن السبب في عدم وصول مياه الشرب، هذا تصريح لوزارة الكهرباء، السبب في عدم وصول مياه الشرب لأحياء بغداد يعني بسبب الكهرباء، بسبب انقطاع التيار الكهربائي تمنع الإسالة أو محطات الإسالة من وصول المياه الصالح للشرب إلى أحياء بغداد. هناك إلقاء الوزارات المسؤولية، أحدهما يلقي باللوم على الآخر، كيف تفسر ذلك سيد عباس؟
للاسف كذلك الكهرباء تقول ان سبب عدم انتاج الطاقه متعلق بعد تسديدها بالوقود من وزاره النووي، هذه حقيقه سياسه غير صحيحه، اليوم المواطن يحتاج الى هذه الخدمات الاساسيه وهي حقوقه، بالتالي اليوم سياسه اداره الوزارات والتنسيق بينها وادارتها هاي مو مهمه المواطن حقيقه، المواطن من اولوياته من ان يكون لديه توفير المياه والصالح وتوفير الكهرباء او لا سيما في موسم الحر والصيف، هذه انعكاسات، ملف الكهرباء حقيقه ملف متعلق بالشيء السياسي، هنالك ضغط دولي يستخدم ضد حقل الابتزاز لان في توفير الكهرباء يعني معناها تشغيل المعامل والمصانع وقدره العراق على توفير المواد الاوليه موجوده في ارضه ثروات معدنيه وغيرها، بالتالي تشغيل المعامل سيوفر ارتفاع نسبة الدخل الاقتصادي ويوفر اكتفاء اقتصادي ويمنع البطالة وتمتنع البطالة، إرهاب وغيره يستغل هذه الحالات لاستغلال المواطن العاطل عن العمل واستغلال الأبعاد النفسية واستغلال الحاجة العائلية، هذه كلها طعم للإرهاب. نعم سيد عباس، مادة سهلة للاستغلال، بالتالي هذا ما يدعو اليوم بكل الملف، ملف الكهرباء هو ملف سياسي. لا ماذا ممكن تسميه انه موضوع الكهرباء منذ الوزير الاول لحد هذا الوزير هي تدار من تكنوقراط متخصصين، لكن للاسف لم نشهد منذ استيزار ايهم السامراء ونحن يعني كنا على موعد بان الكهرباء ستتحسن، ولكن من ايهم السامراء الى قاسم الفهداوي الامور تجري ليس في مكانها ولكن تعود إلى الوراء. الأكاديمي والباحث السياسي عباس العرداوي، شكرا جزيلا لكم.